السلام عليكم، أنا دكتور عمرو عيسى، استشاري جراحة الأوعية الدموية، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بإسكندرية. هنتكلم على حاجة بسيطة، على التاريخ الطبي للإنسان وإزاي يحتاط لأمراض الأوعية الدموية. أهم حاجة عندنا في التاريخ الطبي مرضى السكر والناس اللي بيعانوا من ارتفاع نسبة الكوليسترول ومعها ارتفاع ضغط الدم، والعادة السيئة اللي عندنا اللي هي عادة التدخين. الثلاث حاجات دول أي حد له حاجة منهم لازم بيحتاط لنفسه، لأن هو بيكون مرشح قوي لأمراض الأوعية الدموية وانسداد الشرايين. وأهم نصيحة للناس دول، يعني الوقاية خير من العلاج. يعني اللي عنده سكر لازم دايما يتابع السكر بتاعه، السكر منتظم ويحافظ على مستواه. واحنا دايما بنقول ان مستوى السكر في اي وقت من الاوقات ما يزيدش عن 140 في اي وقت من الاوقات. الكوليسترول بتاعه لازم يحتاط ويبقى تحت المعدل بتاعه اقل من 200. الناس بتوع التدخين طبعا المفروض ان هم يمتنعوا عن التدخين. واهم حاجه واهم حل للحاجات دي كلها لازم نتعود على الرياضه، ولا انا اعني الرياضه اللي هو المشي، يعني المشي والاعتدال في الاكل وضبط السكر والكوليسترول، اعتقد ان هي هتكون حل منطقي لمشاكل الشرايين والاوعيه الدمويه. شكرا.